أنا سعيد قهنقا، مواليد مدينة الرشيدية 1978، أستاذ سابق ديال التعليم، والآن حاليا أشتغل إطار في التوجيه التربوي بمديرية الرباط، وفي جانب آخر رياضي أشتغل يعني رئيس فريق شباب يعقوب منصور أو جمعية رياضية شباب يعقوب منصور، اللي هي جمعية رياضية تأسست سنة 2001، يعني تقريبا 22 سنة ديال التواجد ديالها. هي مسجلة تحت لواء العصبة الجهوية لكرة القدم الرباط الشرق الأوسط، اللي كانت تسمى سابقا بالغرب، يعني اللي فيها أقسام ديال العصبة، كاين قسم ممتاز، قسم الأول، القسم الثاني. حنا الآن متواجدين في القسم الأول، كنا دائما في قسم ممتاز، كاين تغييرات وتقسيمات على مستوى العصبة، يعني الآن حاليا نتواجد بالقسم الأول عصبة، وتحت منا كاين قسم ثاني، ومن فوق كاين قسم ممتاز اللي كيأدي مباشرة يعني القسم الثاني هوات. يعني شباب يعقوب منصور كما قلت راه متواجدة أكثر من 20 سنة في ميدان في الساحة في يعقوب منصور في التأطير والتنشيط الرياضي، وعندها إنجازات، يعني دائما تصل إلى النهائيات ديال العصبة وتتقارع الفرق الكبرى. كان آخر يعني آخر إنجاز هو فئة المينيم، يعني إيسيز، كانت وصلنا الفينال قبل كورونا، وصلنا الفينال يعني لعبنا ضد الفريق الكبير جيش الملكي، وحققنا بطولة العصبة، رغم يعني هاد الجمعيات الصغيرة يعني كتجتهد واحد الاجتهاد في حدود الممكن، ولكن النتائج دائما كتكون، خاصة الجمعية ديال شباب يعقوب منصور شحال مرة فزنا ببطولة العصبة، فئة الشبان، فئة الفتيان، فئة الصغار، وهذا السنة إن شاء الله بدينا واحد تجربة جديدة مع فئات أخرى أقل من 10 سنوات وأقل من 12 سنة، رغم جميع الإكراهات اللي ربما نطرقوا لها إن شاء الله في محاور أخرى. إحنا صراحة الوضعية يعني شنقول لك كارثية بمعنى الكلمة، كارثية، لأن في ظل يعني صفر إمكانيات، صفر دعم، صفر يعني صفر في كل شيء، وغادي ومتواجد الفرقة ومسيرة، يعني راه حتى واحد يعني بقيت تسائل كيفاش غادي فرقة بهاد في ظل هاد الإمكانيات. ماشي الفرقة شباب يعقوب منصور، أنا راه كنهضر على جميع الفرق في الرباط، لأن هي الوحيدة استثناء في العالم، ربما كاين استثناءات بسيطة، لكن الاستثناء الوحيد في المغرب اللي فرق الرباط اللي كاس مصر العصبة ما عندهاش منحة ديال المجلس الجماعي أبدا. كانت مبادرة سابقة من قبل، ولكن أنا في ظل يعني التسيير ديالي للفرقة تقريبا 7 سنوات ما عمري شي منحة من المجلس الجماعي ديال الرباط ولا أي جهة أخرى باستثناءات، غادي نفصلوا لها من بعد. إذا الوضعية يعني راه تضحيات كبيرة جدا من الجميع، يعني من المكتب والناس اللي محيطين بالرياضة في يعقوب منصور، قلائل جدا باش غادي هاد الفرق كاملة، ماشي الفريق ديالنا. صعيب باش تجاوب علينا، ما عندها شي تفسير، ما عندها أي تفسير. فرق كتنشط وكتأطر واحد المجموعة كبيرة، وحي يعقوب منصور معروف بالكثافة السكانية ديالو والإقبال الكبير ديال الناس على كرة القدم. ما كتفسرش، كتلقى كما قلتي فرق ديال العصبة نفس المستوى في مدينة سالة تستفيد من المنحة بشكل يعني منتظم، تقدر تطلع تقدر تهبط، وكذلك فرق ديال تمارة، وباقي اللي كنسمعوا فرق كبرى، لأن يعني حتى المجال المقارنة صعيب. كنا نفسه فرق مثلا ديال يعني ديال الغرب، فاش كنت بالقصيري في معانا في القسم كنت تسير ب 80 مليون، حنا صفر، وكنا يعني كنقارعوا هاد الفرق الكبرى. اذا ما التفسير ديال السؤال علاش كيقصيونا، الله اعلم، واش امور سياسيه، واش امور، انا بغيت هي اللي يشرحوا لنا الا ما عندناش فائده في التواجد في الرياضه في الرباط نمشيو بحالنا، اش غادي نديروا هنا؟ الا كانت شي قناعه، بما ان يعني لا يعقل واحد يتصور فرق ما كتستافدش من حد ديال المجلس الجماعي، ما كتستافدش حتى المنحه، حتى معدات ولا والو
كره وحده ما استفدناش منذ سنوات من مجلس الجامعي. كاين بعض المبادرات ديال مقاطعه يعقوب المنصور سابقا في يعني في المجالس السابقه، مبادرات على الاقل بعدا تاخذ شي كويرات وشي ماتيريال بسيط، يعني على الاقل في واحد الالتفاته بسيطه. اما من غير ذلك ما كاين والو، يعني باش تفسر الاقصاء والسبب ديالو ما عندوش شي تفسير، الا اذا كان شي حاجه يعني مخططه وكبيره نتخبروا بها ونمشيو بحالنا ما عندنا من. صراحة درنا عدة مبادرات، مراسلة ديال جميع الجهات من الولاية، يعني وزارة الشباب والرياضة آنذاك، جميع المجالس، ودون يعني أي جواب، دون أي تسير وأي جواب. يعني قمنا بعدة مبادرات إلى حدود الآن ما كاينش استجابة. كتكون شي مرة شي حاجة يعني كما كنقولوا دار الرماد في العيون، وداك التأجيل وسير حتى وداك الشيء ما كاين والو، ما يعني واش شي حاجة ما فهمناهاش، غير مفهومة وغير منطقية. ويعني التواجد كاين في الميدان، اللي يجي راه يشوف مشجعين في العصبة، البطولات كتلعب، يعني نمارس نطير ننشاط وتلقى يعني الأمور غادية رياضيا. ولكن يعني السؤال كيطرح نفسه، كيفاش غادي هاد الناس ولا أي يعني شحال يقدهم يصبروا ويبقاو مواصلين. دائما كتكون وعود، كنقولوا ربما كنطمحوا حتى في التغييرات السياسيه وفي المجالس راه غادي يكون شي تغيير، غيكون كنلقاو نفس الوضع، يعني تيبقى سؤال كبير وعريض اللي قدر يجاوبنا عليه راه غادي تكون مشاكل صعبه. احنا دابا يعني دائما في اي ظروف كتقدر يعني كتحاول تتاقلم وتزيد تصبر رغم الصعوبه ديالها. اول شيء هي الشعور بالمسؤوليه الكبيره جدا في هذا المجال، كمواطن مغربي كيبغي المغرب، كيبغي الرياضه، وكان شغوف بكره القدم، وكان عنده طموح يكون لاعب كره القدم لولا ظروف ديال الدراسه ويعني المسيره الدراسيه. يعني ما تقدرش تشعر بثقل المسؤوليه اللي لان كانوا مكاتب سابقه، زيت انا كتجربه في التسيير الرياضي، دخلت التسيير الرياضي. يعني في الاول ما عمري كنت كنتصور نكون انا رئيس نسير فرقه بهذا الحجم وفي هذا الوضع هذا. زيت في الاول على اساس ناس شافوني يعني مهتم بالكره، يعني كنت نمارس في الاحياء بزاف، تتعرف في الكره في يعقوب منصور، هي اللي عرفتني يعقوب منصور، لان انا جاي من جنوب الشرقي مدينه الرشيديه، كنشتغل هنا في مجال التعليم، وراك عارف كل شيء كيمارس الرياضه ديالو، كاين ملاعب كاين هذا. من تما بديت كنتعرف، وهذيك هي الجانب اللي جابني لهذا الفريق. جيت في الاول ككاتب عام، قال لك راه غادي تشوف التسيير وتشوف هذا. من بعد يعني الرئيس ما قدرش يساير لان الوضعيه حتى هما، حيت كان الوضع سابقا كان احسن، كانت منحه في مجلس الجامعي كتوصل حتى 20 مليون، وكانت مجلس العماله حتى 8 مليون سنتيم، وكان دعم من جهات اخرى مثلا مؤسسات وشركات اخرى اللي عندها تدبير المفوض. انا ديك اللحظه فاش جيت ودخلت، يعني الرئيس ما قدرش يساير، وقالوا لي راه انت اللي تقدر، اللي يعني ما كتبان عندك مواصفات تبقى مستمر. انا قبلتها ولكن ما كنتش عارف بان راه صعيب، لان من 20 مليون و8 ديال مجلس العماله ومؤسسه شركه اخرى كانت تدعم لصفر، يعني راه لامبوسيبل، مسؤوليه كبيره خصك تصنع. دابا انا شحال مره كنبين نتراجع وتنقول تاريخ ديال الجمعيه الرياضيه من 2001 وغادي تجي تحسب عليا انا، راه تنضحي بالغالي والنفيس وكذلك اعضاء المكتب، ويعني وجيت بواحد مشاريع طموحه جدا، يعني الى درجه ان يعني مشيت كتكوين شخصي تنقلب على دي فورماسيون، تلقيت ماستر مانجمنت دو سبور يعني بالاجازه بريفي كيوصل حتى 60,000 درهم، وانخرطت فيه في مؤسسة خاصة، وكنزيدو نبحثو عاود يعني في تكوين آخر في أجهزة التطوير. وكان عندي برنامج يعني طموح كبير بزاف، إلى درجة فيه التكوين
في الجانب ديال التغذيه، فيه التكوين في الجانب ديال الاحترافيه، في الجانب الوطنيه، في الجانب التقني، في الجانب التكتيكي. كنت مطراز هذاك الشيء كتحب واش الامور سهله، بالتالي يعني كتعيش مع التدبير اليوم. وتقريبا كما كتعرفوا في التسيير ديال الجمعيات بصفه عامه دائما تيكون يعني تقول على واحد الجهه على المكتب كتلقى فيه بزاف العناصر، ولكن تقول كيمشي الرئيس هو المسؤول هو وما كونش. اذا حجم المسؤوليه ما خلانيش يعني نتراجع ونبقى مستمر رغم يعني قساوه الظروف وصعوبتها. وكذلك يعيشون بزاف ديال الجمعيات في يعقوب منصور. مؤخرا عاد درت هذه الخطوه هذه، لان كان صعب، لان باش نجيو صراحه وهذه حتى في المستويات الكبرى راه العلاقه الشخصيه اللي كتحكم في هذا الجانب ديال الاستشعار. لان مازال يعني الرياضه ما وصلتش واحد في المغرب، مازال ما وصلتش واحد الجانب ديال الاستثمار. كتبقى واحد الرياضه خاصها الدعم ديال الدوله، خاصها راه كتشوف التحول دابا ديال الشركات الرياضيه من جمعيات الى هذا باش تولي استقلالي، واللي الناس تقلب في هذه الرياضه استثمار. لان الناس دابا راه في دول اخرى في اوروبا مثلا راه كنسمعوا غير الملايير والملايين، هذا كي يعني القيمه السوقيه لكل لاعب ملايير، اشهارات شحال كيدخلوا منها، النقل التلفزي، بزاف د الحوايج. حنا التحول في المغرب مازال بطيء، يعني فرق كبرى تعيش على الاعانات ديال الدوله والدعم ديال الدوله وديال الجامعه، ما قدرش تيد، فما بالك نحن. حنا كنديروا مجهود كبير، ولكن راه ادنى شروط باش تقدر حتى هي تمشي راه ما كايناش. يعني يكون عندك غير شويه راه تفكر في استثمار، تفكر في شي حاجه بسيطه باش تستثمر. دابا حاليا يعني باش تعرف واحد الجانب اللي ولا اللي هو مؤسف جدا انا بالنسبه ليا بعدا، لان في الاول كتجي داك النظره الرياضيه، ولكن دائما الرياضه ماشي معها واحد الجانب الاجتماعي كبير جدا، لان بزاف ديال الفئات الاجتماعيه راه عندها قدرات وعندها وما كتستطعش يعني تحقق داك الشيء. وكتجي جمعيه يعني راه عندها واحد الدعم وعندها يعني تستقل هذوك المواهب وتاطار وكان. والان يعني اذا درتوا شي بحث تلقاو جميع الفرق الان كتهضر على مدارس كره القدم، هي يعني ماشي مدارس كره القدم بالصيغه اللي كنعرفوها الاكاديميه، هي واحد الجانب ديال المدخول بكل صراحه، مدخول كتدخلوا الفرقه باش ربما تعاون به، ولا ربما يعني هذا هو الجانب اللي طاغي دار. ولهذا كاين واحد التوجه كبير الى درجه ان اللي بغى يمشي في واحد التوجه وما يلقى الصعوبات اكثر اش كيدير؟ كيدير مدرسه كره القدم، ما كينخرط لا في عصبه، كيبقى في واحد الحدود ديال التكوين والتاطير، وكيدير واحد المبلغ سنوي ولا شهري ولا مبلغ يعني التسجيل، ومن بعد مبلغ شهري، وتيبقى يدبر به هذاك الشيء. وربما كاين اللي يعني كاين الناس اللي المعيشه ديالهم، انا كنعرف بزاف الاطر في يعقوب منصور وفي يعني في الرباط وفي مدن اخرى، يعني الجانب الوحيد هو كان عايش لعب الكره مثلا وفي التاطير، هذاك هو الجانب المورد ديالو، لان ما عندوش شي تكوين ولا شي حاجه اخرى، كيلقى داك هو الاقرب ليه، كيدير جمعيه وتيسميها مدرسه كره القدم، وكيشوف ملاعب القر، تيكري ولا يريزيرف واحد السويعات، وكيدير واحد الكوتيزاسيون منها، يعني ما عنده لا صداع لا ماتش لا تحكيم لا تنقل لا تغذيه لا والو. حتى حنا تنقول مع الاسف تنضطروا نلجؤوا لهاد الانخراطات ديال الوليدات، هي شي حاجه رمزيه، اما هي راه ما كتعطيهم ديك اللبسه ديالهم انا وكتاثر وكتكون. فعلا هذا جانب اخر كبير حتى هو خصو يتفتح فيه نقاش كبير ديال الملاعب، لان كنعرفوا البنيه التحتيه في المغرب كاين واحد التحول كبير برئاسة السيد فوزي القجع رئيس الجامعة، يعني دار واحد الثورة في البنية التحتية في يعني في مدن كبرى، وبالتالي حتى الرباط حتى هو عنده النصيب ديالو في هذا الجانب ديال الملاعب، ربما أكثر من مدن أخرى. سلا جينا المقارنة، سلا عندهم ملعب واحد يعني كتمارس فيه بزاف ديال الفرق ديال العصبة وديال الهوات، ما كنمشيوش حنا دابا الأقسام العليا. إذا زدنا مثلا ملعب أبو بكر العمار اللي فيه الجمعية السلوية لايسيس، وواحد الملعب إضافي حتى هو ديال سيدي موسى، يعني محدود. أما إذا جينا الرباط راه تبارك الله الملاعب اللي فيه راه يمكن ربما ما كايناش في مدن أخرى، ورغم ذلك
كاين معاناه ديال الفرق مثل الفرق ديالنا. باش نفصل في الموضوع، كاين ملاعب، ولكن الاشكال اللي مطرح هو كل ملعب تدي فرقه، كل ملعب نحصيهم دابا ونعطي كل فرقه اش واخده ملعب. مثلا كاين ملعب مولاي الحسن، الفتح، الرباطي، واتحاد توهرقه، كاين ملاعب في هيلتون، الفتح، الرباطي، واتحاد توهرقه، كاين ملعب الهلال في يعقوب منصور حتى هو يعني ديه الجيش الملكي، وكاين ملعب احمد الشهود استاد ماروكان، كاين ملعب المامون او يسمى بيكس المغرب الرباطي. اذا كما كنلاحظوا كل ملعب بحال ولا خاص بكل، رغم ان الملاعب كلها ديال الدوله، الملاعب كلها كتشيدها الدوله، مازال ما عندناش حنا حتى يعني حتى فرق كبار مازال ما عندناش ملعب ديالها، الملاعب ديال الدول. وهذا الجانب حتى هو كيطرح لنا اشكال كبير، لان باش فرقه كيولي الملعب ديالها يعني كتاخذ احسن الاوقات واحسن. ونسيت الجانب يعني النقطه اللي حتى هي عندنا فيها مشكل كبير، هو الجانب الملعب اللي كنضربوا فيه حنا الملعب. والغريب في الامر انه ملعب المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او مركب المبادره التنميه البشريه كان يعني سيدنا شنو نصر الله منذ اكثر من 10 سنوات تقريبا، على اساس هذه الفرق ديال الاحياء هي اللي تستفد منه، كاين قاعه مغطاه، كاين الملاكمه، كاين في مركب الامل في يعقوب منصور، يعني في قلب يعقوب منصور في الاحياء الشعبيه اللي معروفه وتاريخيا الجيسان كنا تما جا هذا الملعب. بالتالي انا ما عرفتش التاريخ يعني بالضبط، حيت كاين روايات كيفاش تسلم لفريق كبير وعريق ايضا هو اللي فتح الرباطي، وبالتالي الاكبر المستفيد هو الفتح الرباطي اللي فريق كبير منظم له امكانيات ويستفيد من ملعب ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وما تستغربوا ان حنا كيبقى لنا الشياطه ديال الوقت في الملعب، خصوصا الفئات الصغر. تصور يا اخي حنا كاين تسجيلات تما، كما قلنا راه جميع الفرق تعتمد على هذه المدارس الكرويه، هي ماشي مدارس كرويه كي كيسميها الوازيغ بصريح العباره تيكون واضح، لان راه ماشي اي واحد تسجل غادي يخرج كوايري وغادي تعطل من احسن المؤطرين. اذا قلت النموذج هو في ملعب الامل او مركب الامل اللي فيه ملعب امل يعني ملعب معشوشب اصطناعي كدبروا الفتح، وحنا بحكم الاقدميه ديالنا تما مني كان التراب، وتفضل سيدنا نصر الله يعني اعطى واحد جاذبيه لهذاك المكان، ودار مركب كبير بما فيه هذا الملعب يعني تدبروا الفتح الرباطي. ما عرفش كيفاش تم التفويض ديالو ولا التسليم ديالو، كاين روايات وكاين قصص قديمه في هذا الجانب. الان الواقع هو ان تدبر النهار ديال يعني ديال ليكول ديالهم والوازيغ ديالهم نهار كامل، حنا من 8 ل 10، حنا ثلاثه الفرق اللي في العصبه في هذاك الملعب عندنا يعني كانت عندنا حصه واحده في الاسبوع لجميع الفئات في الملعب بالليل من 8 ل 10. ورغم ذلك تنقول لك بهذاك الملعب مقسم على اربعه ولا خمسه فئات، وحققنا بطولات ديال العصبة. إذا هذا عائق لينا حتى باش يعني حتى باش تستافد كيما كيستافدوا الفرق كاملة، دير مثلا حتى أنت مدرسة وتسجل بواحد بعد هذا، ويكون عندك إمكانية ديال التدريب بالنهار في وقت مناسب للأطفال، لأن كاين إقبال كبير ديال التسجيل ما عندناش، لأن الملعب يتصدق علينا به بواحد، رغم أن نحن الأولى كجمعيات، لأن رسميت المبادرة الوطنية التنمية البشرية. ظل هذه الأوضاع يعني السي حكيم دومو راه معروف عائلة كروية وسيارات الكاك تسير يعني في يعني في ظل هذا الوضع المستجد كاين أمور إيجابية كثيرة وكاين نواقص يعني في هذا الجانب مثلا ديال الدفاع على الفرق، رغم ان السي حكيم دومو دافع اكثر ما مره، وربما كانت مراسلات للجهات لدعم الفرق خصوصا في الرباط،
وما ما كاينش شي ما كاينش يعني شي جديد، ولكن على امور تسييريه وتدبيريه على مستوى العصبه الحمد لله. يعني البطولات دائما منظمه، كاين يعني كاين انشطه رياضيه، كاين الاهتمام بالفئات، كاين يعني بطولات ديال الفئات. كما ذكرت سابقا ان هذا الجانب الماضي ايضا اكثر في العصبه هو الاهتمام بفئات الصغرى. يعني كان بالنسبه لاقل من 10 سنوات واقل من 12 سنه كانت بطوله جهويه كي يعني يشاركوا فيها اغلبيه الفرق الرائده المعروفه، يعني الجيش الملكي، الفتح الرباطي، الصطاد الى غير فرق. الان حنا كجمعيات اللي نقولوا في المستوى ديال العصبه وهذا داروا لنا واحد البطوله جهويه ودخلنا فيها حنا كفرق، كان مارسوا فيها دوك الوليدات ديال اقل من 10 سنوات واقل من 12 سنه كيستافدوا، وايضا حتى في الفئه ديال اقل من 14 سنه حتى هي كاين البطوله ديالها دخلنا، لان كان لان باش تنظمها صعيب وعدد الفرق كثير وكاين الاولويه كتكون والاسبقيه كتكون الفرق الكبرى كيكون قسم ممتاز. الان الحمد لله بعدا جميع الفرق هذه تحسب العصبه الجهويه برئاسه السيد حكيم دومو، ان كاين بدينا كنستافدوا الفئات لان هي لا باز هو هي العمل القاعدي ديال كره القدم في المغرب. دابا هاد الخطوه هادي صعيب لان كل واحد جيب واحد الافكار بواحد البرنامج، حنا ما كرهناش يكون اندماج، ولكن راه كل واحد عنده تاريخ وعنده يعني خصها واحد يعني واحد النقاشات وواحد اللقاءات. كانت محاوله ديال تشكيل رابطه بين واحد خمسه الفرق في حقوق منصور كنا شكلناها، ولكن دائما في غياب امكانيات في غياب هذه الظروف ما يمكنش تزيد، تبقى في حدود ما هو بحال نقولوا عمل داك النقابي الدفاع وصافي، ما يمكنش دير شي حاجه اخرى. لكن كاين مبادرات، اذا خصها نقاش وخصها يعني يكون هي طرحت حتى على مستوى هاد الجهات المسؤوله والسلطات تطرح، راه يعني راكم نتوما كثار وكذا علاش ما كتستافدوش، ماشي مبرر. انا لان سلا اكثر منا في العدد ديال هادو كتستافد من الدعم، اكثر سلا التصريح ديال الجمعيات كبير جدا، حنا راه معدودين على رؤوس الاصابع اللي تنقول لهم واش جايين في العصبه، اما هو على مستوى اللي كينشطوا في الرياضه كما قلت على شكل مدارس وهذا راه عدد كبير جدا، لان شحال من مره كيطرح لنا تيقول راه يمكن نتوما كثار، لا ماشي كثار، وايضا الامكانيات اللي في مدينه الرباط ماشي هي الامكانيات اللي في مدن اخرى، يعني لا يعقل راه يعني ما يتصورهاش العقل مجلس جماعي في مدينه الرباط لسنوات من بعد ما كانت 20 مليون وكانت الصفر درهم، راه يعني قلنا سؤال كبير مازال ما لقيناش نجاوب عليه. نعم هذا هو الاشكال الكبير، كما قلت ربما كاين هذا الاحتمال ديال يعني صراعات سياسيه ولا خفيه وارده جدا، وكاين الجانب ديال الا كسبتي ملعب كسبتي شحال من حاجه، كسبتي مداخل، وهذا لا يخرج عن نطاق هذا الامل اللي كان عندنا الوحيد اللي بقى بعد ملعب الامل للمبادره التنميه البشريه، كان ملعب تتسير المقاطعه ديال بن عاشر بونيف في رئاسه يعني المجلس السابق رئاسه السيد المعين المدني، هو اللي كان عنده هذا الدور ديال الملعب يعني يرجع للمقاطعه ويستافدوا فيه الفرق سواسية، الى درجه ان الفرق اللي في يعقوب منصور في هذيك الجهه ديال اللي قريبه من هذاك الملعب هي اللي كتسير راسها براسها، يعني كتقسم الاوقات والتدريب، ويعني باخذ بعين الاعتبار ان اتحاد يعقوب منصور يمارس في قسم الهوات يعني كتعطى له الاولويه ويعني وقت اكثر من الفرق اخرى، ولكن دائما قلنا الا كسبتي من عند كسبتي شحال من حاجه، وفي هذا السياق وفي هذا يعني حتى حنا كنتفاجئوا رغم ان انا ماشي ما كنتدربوش في هذاك الملعب، في فرق اخرى حنا كنضامنوا معاها وحنا معاها، لان غادي تضيع اكيد غادي تضيع، اولا غادي تندمج ولا غادي تنضغط، المهم غادي يبقى، لان راه حتى الفرق الكبرى ما يمكنش تستوعب. دابا حنا عندنا مثلا 200 ممارس ولا واحد الفرقه الاخرى عندها 200، راه الفرقه واخا تشدي راه ما يمكنهاش تسوى بهذاك العدد الكبير جدا، ما يمكنلهاش تاثر الا سواء الا استعنت بهذه الجمعيه ولا دمجتهم، ولكن دائما تيكون توجهات سياسيه وتتكون حسابات
اكيد هي ربما اللي مأثرة شوية في الرياضة. اما كون قلعنا اكثر ونمشيو لفيتاس اكثر اللي ماشي بها سيد وزير الطاقة. احنا دائما الامل، الامل في الله سبحانه وتعالى، خصوصا فشنا التوهج ديال الكرة القدم المغربية بالانجاز الاخير للمنتخب الوطني المغربي، يعني الرابع عالميا. يعني نستبشر خيرا، مازال ما لمسناش الاثار على المستوى الرياضي القائدي، مازال ما لمسناش، ولكن نامل لان هذا غادي يجعل يعني الجامعه تزيد تفكر تطور وتزيد يعني تهتم اكثر بكره القدم بعد الانجاز التاريخي والكبير. هذا هو الامل اللي كنتسناو، والرساله ديالنا راه دائما يعني حنا راه العمل ديالنا كنقوموا به بالتطوع بالتضحيات، يعني كل ما يمكن لخدمة الوطن، خدمة الرياضة، خدمة هاد الناشئة القومية. احنا يعني تنطالبوا المسؤولين يلتفتوا لهاد الجانب او يوضحوا لنا علاش الاقصاء. يا اذا كانت الرياضة مهمة بهذا التوهج ديالها وعندنا واحد الدور فعال وايجابي وتنقوموا بما يلزمنا كجمعيات وكمسيرين، فراه خصنا الدعم كيف ما كان. ولو على احنا كنا كاع حنا يعني مشينا لادنى حاجه ملاعب القرب، ملاعب القرب راه دارت القرب. الان حنا كنخلصوا 100 درهم 80 درهم للساعه، طلبنا هيل على الاقل تعطينا هيل حصص. حنا كجمعيات اللي كنمارسوا تعطينا حصص، كانت وعود من سياسيين وهذا ما كاين والو، ما كاين والو. دائما هذوك يعني حملات انتخابيه كدوز في واحد الفتره ومن بعد ما كاين والو. اذا حنا الرساله واضحه، الفرق في الرباط بالضبط تعاني مشاكل كبيرة جدا على مستوى المالي بالضبط، وعلى مستوى يعني التجهيزات الرياضية كرات إلى غير ذلك. والتأطير على الميدان راه كلشي كيلمسو، وأكبر دليل المشاركة في البطولات ديال العصبة بجميع الفئات ديالها. أغلبية الفرق راه مشاركة في هاد البطولات وكتضحي في مستوى التنقل، التغذية، التحكيم إلى غير ذلك، بمساعدة الأسر أيضا. هذا هو يعني دائما أتأسف باش تلجأ لهذاك الإنخراط، وخا راه هو رمزي ولكن راه ما عندهمش هذوك الناس مساكين، راه ما عندهمش. راه الدور ملاعب القرب والدور كيجي لك أنت كجميع، أما هو اللي عنده راه كيمشي للفرق. دابا راه كاين يعني كثروا حتى فرق تاخذ يعني لاكريديتاسيون من فرق كبرى وكتسمي هذيك المدرسه وكدير حتى 8000 درهم 7000 درهم، اللي بامكانه راه كيمشي يعني ربما كيشوف السميه ولا كيشوف هادو راه مساكن كيمشيو حتى هما. هذا راه بغاو يلعبوا رياضه وكيشوفوا ملاعب حداهم وكيشوفوا جمعيات وكيشوفوا كيسمعوا على مباراه العصبه. اذا راه مايمكنش حتى هما تزيد في ظل هاد الظروف والاوضاع الاجتماعيه اللي كيعيشها الاسر كاملين بعد كورونا. عاد زيد حتى في الرياضه يبقى يخلص ما بركه عليه الماء والضوء وغلاء المعيشه، ويزيد حتى ولدو بيمارس رياضه كحق مشروع كاي مواطن مغربي، ويزيد يأدي عليه ويخلص في غياب تام للدعم ديال الجهات المسؤوله. اذا نتمنوا حنا املنا في الله سبحانه وتعالى والتفاته لهذ الفرق. راه كتضحي كتاثر كتقوم بالواجب ديالها، ولكن الناس المسؤولين راه ما قايمينش بالواجب ديالهم، ما كاين حتى شي حاجه منذ سنوات الا بعض المبادرات اللي طفيفه دازت ومشات ما بقاش. اما حاليا الوضع راه صعيب بزاف للاستمرار في هذا العمل النبيل وهذا العمل التأطيري والتكويني ديال هذا الشباب وهذا النشأة ديال المغرب.